يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ألفت كتاباً وأردت أن أجعل ثوابه إلى والدتي المتوفاة رحمة الله عليها، قل هل هذا الفعل جائز؟ لا بس إذا كان الكتاب مفيد للناس ولم تسبق إليه، هذا عمل جديد من نشر العلم. أما إذا كان ما فيه زيادة ولا فيه شيء جديد، إنما هو تكرار، يا أخي اشتر كتب ووقفها، اشتر كتب لأمك ووقفها عليها، أحسن إنك تتعب وتجمع كلام موجود في الكتب ولا تأتي بجديد. نعم.